يا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، بمعنى يبيعها بالدنانير إلى أجل ثم يجيء صاحب الدين ويقضيه بالدراهم، يعني بنفس قيمة بنفس صرف الدنانير. قال فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، يعني العكس، يبيع الإبل بدراهم ثم إذا جاء وقت السداد أعطاه ما يساويها من الدنانير، وكان الدينار في ذلك الوقت يعادل 10 دراهم، الدينار من الذهب كان يعادل 10 دراهم من الفضة. قال أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، رواه 5 وصححه الحاكم. خط الحفاظ سماك بن حرب في رفعه وإنما هو من فتوى ابن عمر، ابن عمر هو الذي أفتى بهذا أنه قال لا بأس أن تأخذ ذلك بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، فوهم سماك بن حرب فرفع الحديث، والحفاظ يروونه موقوفا على ابن عمر، ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وغيرهما. معناه أن هذا من فتوى ابن عمر أنه أباح إذا كان في ذمته لك دنانير أن يقضيك بالدراهم، وإذا كان في ذمته دراهم يقضيك بالدنانير، بشرط أن تأخذها بسعر يومها وأن تتقابضا ولا تفترقا وبينكما شيء. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس، أو التقاضي بعملة غير العملة التي أسلفه فيها، ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، وقالوا يكون صرفا بعين وذمة، سموه صرفا وحصل فيه تقابض، ولكن أحد العوضين ذمة يسقط ما في ذمته، والعوض الثاني بعين موجودة بين يديه، وقالوا يكون صرفا بعين وذمة. وصح القول بالجواز عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أين تجد أثر عبد الله بن عمر الذي في الباب؟ نعم، قد ذكرنا في الحاشية من أخرجه، قد أخرجه البيهقي موقوفا من طرق. قال أخرج أثر عمر بن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر مخرج في حديث الباب، ومنع من ذلك ابن شبرمة وأبو سلمة وابن سيرين وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع لأنه من طريق ابن سيرين قال بلغني عن ابن مسعود، وعلل بعضهم ذلك بأن القبض شرط وقد تخلفه، لأنهم قالوا الذي في الذمة ليس مقبوضا، وإذا نظرنا إلى المعنى إسقاط ما في الذمة يعتبر تقبيضا. واستدل الجمهور على الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، أي المرفوع ضعيف،
وقالوا الأصل هو جواز المعاملات ما لم يأتي دليل على التحريم، ولا نعلم دليلا على تحريم المصارفة بين حاضر وذمة. وهذا القول هو الصواب، وقد رجحه الإمام العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ. وقد اختلف الجمهور هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومها. واختار هذا القول الصنعاني في السبل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم. واختار هذا القول ابن القيم ومال إليه الشوكاني، ورجحه الإمام العثيمين لأنه إذا صارفه بأكثر من سعر السوق فقد ربح فيما لم يضمن، أنه ربح في مال لم يدخل في ضمانه، ما زال في ذمة صاحبه، ليس بين يديه، سيربح فيما لم يدخل في ضمانه. وقد تقدم الحديث في النهي عن ذلك، وهذا القول أقرب والله أعلم. ومن أفتى بهذا من الصحابة؟ ابن عمر. لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء. تنبيه: لا بأس أن يأخذها منه بأقل من سعر السوق، إذا حسبها له بأقل من ثمن السوق لا بأس، فهنا لم يربح فيما لم يدخل في ضمانه، بل زاد وساعد صاحبه وأعانه، فحسب له بأقل من ثمن السوق. مثلا عندك لي 100 سعودي بالعملة السعودية، فأتيت تريد أن تقضيني باليمني فأقول أعطني 13,000 يمني فقط، وهي صرفها 14,000، هذا يجوز، لكن ليس لي أن أصرفها منك 15,000 أكثر من سعر السوق، لأني سأربح فيما لم يدخل في ضماني، فالمال الذي في ذمتك ليس في ضماني، ما زال في يدك أنت، ما قد أخذته إلى يدي. هل يجوز في غير هذه الصور، هل يجوز للإنسان أن يصرف بأكثر من ثمن السوق؟ شخص يريد أن تصرف له يقول ثمنه بالسوق كذا، تقول لكن أنا ما سأصرف لك إلا بزيادة كذا، هل يجوز هذا ولا؟ بيع وشراء، هذا شراء عمولات يجوز، محل الله البيع، لكن في هذه الصورة قلنا لا يجوز، لأن العوض في الذمة ليس في يدك، العوض في ذمة صاحبك، ستربح في شيء ليس في يدك، ما دخل في ضمانك. قال: تنبيه: يشترط التقابض، لأن المصارفة يشترط فيها ذلك كما سيأتي في أبواب الربا، والمقصود هنا أنه يعطيه حقه في نفس المجلس الذي يتفقان عليه، ما يقول له سأشتري منك 1,000 السعودي الذي في ذمتك، أشتريها منك 140,000 يمني، لكن سأعطيك بعد أسبوع، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لأن السعودي في الذمة، فما يصلح تحوله إلى يمني وما تعطيه في نفس الوقت، لابد من التقابض في نفس الوقت، تقول خلاص نعطيك في اليمني هذا ثمنها باليمني. فإذا اتفقا، ولكن ما المال لا يوجد، يقال تتفقان في وقتها، وفر المال أولا ثم تنظرون ثمن السوق في وقتها وتتفقون في ذلك الوقت، ابدأ وفر المال ثم تلتقي بصاحبك أو تتصل عليه وتتفق معه على شيء. قال: المسألة الثانية: إذا كان الذي في الذمة مؤجلا لم يأتي وقت سداده، فهل يجوز المصارفة فيه؟ يعني ما زال وقت السداد بعد الشهر، أقول لك هات الذي في ذمتك وأعطيك مكانه بالعملة كذا،
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف فيه أحمد، فقد توقف أحمد فيه. وقال القاضي: يحتمل وجهين، أحدهما المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي، لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه، فكان القبض ناجزا في أحدهما، والناجز يأخذ قسطا من الثمن. والآخر الجواز وهو قول أبي حنيفة، لأنه ثابت في الذمة بمنزلة المقبوض، فكأنه رضي بتعجيل المؤجل. والصحيح الجواز، ابن قدامة يرجح هذا القول وهو أرجح كما ذكر رحمه الله، لأن ما في كما ذكر ما ثبت في الذمة فهو منزلة المقبوض سواء جاء الوقت أو لم يأتي. والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها ولم يجعل للمقضي فضلا لأجل تأجيل ما في الذمة، لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين. الخلاصة أنه يجوز أن يقضيه بعملة أخرى قبل أن يأتي الأجل. الصورة التي ما تجوز هو أن يشترط عليه من وقت الدين، يقول: أقرضك دنانير على أن تقضيني دراهم، على أن تقضيني دراهم، أو أقرضك عملة يمنية على أن تقضيني عملة سعودية. هذا لا يجوز، لأن هذا الآن صرف بدون مقابضة، لما اشترطت أن يكون من عملة أخرى معناه أنه صرف بدون مقابضة. هذه هي الصورة التي لا تجوز. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه، يعني ابن عمر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة: تعريف النجش وحكمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد، واستثارته من مكانه ليصاد. يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش. إذا تواطأ مع البائع فالإثم عليهما، وإذا كان من قبل الآخر دون البائع فالإثم على الناجش فقط. وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. انتهى المراد. ونستفيد من هذه الجملة الأخيرة أن إثارة السلع لتأخذ مبلغا كبيرا يدخل في النكش، وهذا يحصل عند كثير من ممن يشارك في هذه المؤسسات التي هي على أعضاء. إذا به يثير السلعة ويمدحها بما ليس فيها، حتى يبذل المشتري بها ثمنا كبيرا، وهذا فيه تغرير بالآخرين من أجل مصلحة البائع ومن أجل مصلحة الناجش. هذا يحصل كثيرا، إثارة السلع حتى تعطى بها الأثمان التي لا تستحقه يدخل في النكش. قال: حكمه حرام بالإجماع. نقله ابن بطال كما في الفتح، وابن عبد البر كما في التمهيد. المسألة الثانية: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش؟ من أهل العلم من قال ببطلان البيع، وهو مذهب الظاهرية،
ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، لأن النهي يقتضي الفساد، هو اختيار البخاري وعزاء ابن المنذر إلى طائفة من أهل الحديث. وذهب أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة إلى صحة البيع، وهو قول أحمد وظاهر مذهب الحنابلة عليه، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وذلك لأن النهي عائد إلى النجش لا إلى أصل البيع. واختار هذا القول إمام ابن عثيمين. وقال الحافظ رحمه الله المشهور عن المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية، ومعنى ذلك أنهم يرون صحة البيع لأنهم أثبتوا له الخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ. إذا قالوا بالخيار فمعناه أنهم صححوا البيع، ولكن للمشتري خيار لأنه قد غر بإثارة السلعة وتنجيشها، فإذا هو بالخيار بين أن يفسخ أو يمضي البيع. قال أبو عبد الله غفر الله له القول الثاني والأقرب، أي صحة البيع، ولكن إذا حصل غبن للمشتري غير يسير فله الخيار، وهو قول الحنابلة، وخص ذلك بعض الشافعية فيما إذا كان النجش بعلم البائع. تنبيه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفاتح: وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقوا على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وفيه نظر، إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. انتهى المراد. وقد اختار الصنعاني والشوكاني قول الأكثر، وتابعوا الحافظ على ما ذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.